للمخلوق، سواء كان هذا المخلوق بشر أم من الطيور أم من عالم الحيوانات إلى آخره. أن ربنا ما خلقش مخلوق في الدنيا إلا وضع فيه بذرة الخير، ليس مختصر على المسلمين فقط، لكن مختصر على كافة الخلائق، إنهم إلا أمم أمثالكم. فتلاقي في تعاطف ما بين الحيوانات بعضها وبين الطيور وبعضها إلى آخره. وإنما خلق خلقت هذه المخلوقات لكي تخدمنا، فما بال المخدوم اللي هو يخدم الإنسانية ويخدم البشرية ويخدم العالم وهو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض. فلما ننظر لها من منظور ده، إن العمل الإنساني أو الخيري ليس وظيفة وليس مرتب وليس وجاهة، وإنما هو جزء من رسالة حياة الإنسان لبناء المجتمعات ولبناء السلام المجتمعي والتراحم ما بين الأفراد وما بين الشعوب وما بين كل الخلائق للناس. واضح الأمر ده؟ وإحنا لا نبتدع شيء قرره الله سبحانه وتعالى ووضعه في أفئدة الخلائق كافة. فإحنا لسنا ممن يتشدق بأنه يعمل في العمل الإنساني، بالعكس ده فرض عين علينا كلنا. يعني العمل الخيري هذا فرض عين، فعل الخير، فعل الخيرات، هما أوامر افعل. لله عبادا يختصون بقضاء حوائج الناس، حببهم من الخير حبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. إن لله عبادا يعني من عباد الله من اختصهم، فأنتم مختصون بقضاء حوائج الناس ليس حوائج المسلمين، بقضاء حوائج الخلائق، الخضرة، الأنهار، المناخ، احنا مكلفين بالحفاظ عليها، ان نحفظها، ليس فقط حياة الانسان، لان بدون خضرة بدون مناخ مستوي بدون الى اخره هتهلك هذه الكائنات، ولو هلكت هلك البشر. البشر ما بيموتش فقط بالكونفليكت اللي هو الصراعات او بالزلازل، لا، في اشياء كتير جدا تؤدي الى هلاك البشر. فنحن مكلفون من الله كبشر بعمل الخير، فما حدش يقول ان جمعيه خطر هي الام واحنا ما نقومش بيها، لا، او الشيخ عيد او راف او الاصمخ او الهلال الاحمر القطري او الجمعيه اللي عاملها الوزير السابق اسمها جمعيه محمد بن جاسم الى اخره. ايوه جزاهم الله خير، دول اخذوا الرياده في حته، لكن انا جزء من منظومه عالميه كلفها الله سبحانه وتعالى بعمل الخير على قدر كل على قدر ايه على مقدار كل واحد فينا. هو ما نخرجش من هنا ونقول يا سلام الحمد لله وننام، لا، ما تنامش، مفيش نوم، انتهى عصر النوم يا خديجه عليها الصلاه والسلام، وعليها الايه وعليها السلام سيده خديجه رضي الله عنها. لان العمل الاغاثي هو رساله تظهر فيها قيمك الانسانيه المنبثقه من الدين. ان الصراع على العالم دلوقتي هو صراع حضارات او تكامل حضارات، وضع قيم، جزء من وضع القيم دي هو كيف يلتف الناس حول قيمتك المجتمعية التي تستطيع من خلالها ان تخدم كافة المجتمعات، كافة المجتمعات. بتاعت سورة المعون، رأيت الذي يكذب بالدين يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا قال اليتيم مسلم ولا قال المسكين مسلم، لكن ذنب من لا يحض على طعام المسكين كذنب من يكذب بيوم الدين، وذنب من لا يطعم والذي يتعامل معامله غير كريهه مع اليتيم هو ذنب من يكذب بالدين. شفت قد ايه ربنا حطها سبحانه وتعالى، جاب لك اليتيم في حته، جاب لك انك تقول إشاعة حاجة الفقير، عدم إشاعة حاجة الفقير في الكفة الثانية. أنا بكلمكم ليه؟ لأن أنتم لابد أن تأخذوا قطر كمنصة تقفوا عليها.
ينطلق عملكم لمجتمعين، مجتمع قطر الذي لابد أن تحسنوا فيه وإليه، ثم المجتمع